82% من المشاكل اللي كانت مطروحة آنذاك في مناطق الضل تحلت. تحلت بملايير دينارات. وما هيش خسارة في المواطن، ما هيش خسارة. نصرف على المواطن لأن مثل ما قلت هو الأساس تاع هذه الجمهورية هذه. الرئيس راه يهبط الجزئيات، أنا الجزئية تهمني لأن يهمني المواطن البسيط. صحة وسلامة المواطن الجزائري في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمواطن خط أحمر، وعقب التزايد الرهيب في أعداد الوفيات بالقاتل الصامت تطرق اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تبون إلى عرض حول الإجراءات العملية للحد من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة داخل المنازل. قرر مجلس الوزراء ابتداء من اجتماعه تكليف شركة سون الغاز بتزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة إنذار صوتية ومرئية ضد تسربات غاز أحاد أكسيد الكربون. كما أمر رئيس الجمهورية أن يتضمن دفتر الشروط بناء المشاريع السكنية قيد الإنجاز وبكل صياغها إلزاما. رئيس الجمهورية أسدى تعليماته بالتنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والمؤسسات الناشئة لإعداد قانون جديد يتضمن إنشاء مخابر للتقييس ومراقبة الأمان في كل المجالات، إضافة إلى التنسيق بين وزارة التعليم العالي والصناعة والمؤسسات الناشئة لتوظيف الباحثين والمختصين بهذه المخابر الجديدة. رئيس الجمهورية أمر أيضاً بإعداد نصوص قانونية صارمة تمنع المساس بأنظمة التدفئة وأنابيب الغاز ومصادر الطاقة التي تزود السكنات ومنع عمليات تعديلها بعد تسلمها. أمر في الوقت ذاته بفتح مخابر للمراقبة التقنية والنوعية عبر كامل التراب الوطني تكون تابعة لشركة سون الغاز وتختص بمراقبة الأدوات الكهرومنزلية الأكثر تسبباً في الحوادث المنزلية لا سيما المدفئات، إضافة إلى تشجيع المصنعين المحليين على تغطية طلب السوق المحلية من أجهزة وأنظمة التدفئة الرفيعة من حيث النوعية والأمان بمرافقة تقنية عالية المستوى لتزويد كل السكنات قيد الإنجاز. هي إجراءات هامة وقيمة أقرها رئيس الجمهورية لوقاية المواطن وحمايته من أخطار الغاز أحاد أكسيد الكربون داخل بيوت المواطن الجزائري. زاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.